طول انتظار استلم مواطنو ولاية الصيف مفاتيح ومقررات الاستفادة من سكناتهم وبمختلف الأنماط بعد اجتياز الدراسة على مستوى لجان الدوائر وأحقيتهم بها. الحمد لله، الحمد لله نوادي وتوسع أقلع نفرح واش تمنى غزة الخير إن شاء الله. عينا شوية والحمد لله وفرج ربي والعقوبة اللي مازال إن شاء الله. الساعة نقولوا الحمد لله نظرينا شوية سوفرينا 20 سنة والملف هذاك اليوم الحمد لله فرج علينا ربي وإن شاء الله العقوبة للناس وكل ما داوش. لا تجد ولاية الصيف كبير عناء في توفير السكنات بالنظر للحظيرة السكنية التي هي في تجدد دائم باستلام مجمعات سكنية بمختلف الصيغ وأخرى في طور الدراسة أو الإنجاز. هذه السكنات التي نشرف على توزيعها اليوم اللي هي 1681 وحدة سكنية بمختلف الصيغ تدخل في إطار حظيرة عامة، حظيرة معتبرة تستفيد منها ولاية الصيف وتتمثل في أكثر من 20,000 وحدة سكنية، جزء كبير منها راه في طور الإنجاز، أكثر من 10,000 وحدة سكنية في طور الإنجاز، والبقية هي سوف تنطلق بعد أسابيع. يحظى ملف السكن بالأهمية القصوى سيما الاجتماعية منه لتلبية الطلب المتزايد بالنظر لديموغرافية الولاية وإمكانياتها الإنجازية وأوعيتها العقارية المتوفرة.